الاخبار المهمه جدا اللي احنا حابين نتكلم فيها بقى كستات، انتوا عارفين ان في اماكن في المطبخ بتعتبر من اكتر الاماكن في البيت اللي فيها كائنات بكتيريه وممكن تسبب اصابات وممكن تجيب مشاكل كتيره جدا، وللاسف احنا كستات بننسى، والشغالين اللي عندنا بينسوا ينظفوها، وهي من اخطر الاماكن اللي كلها بكتيريا. تخيلوا بقى ايه هي بقى وليه هي من اخطر الحاجات اللي فيها بكتيريا في المطبخ. احنا طول الوقت بننظف المطبخ، طبعا في ناس بتنظف كل تفصيله في المطبخ، لكن في ناس بتنسى الخطوره جايه منين. جايه من علب التوابل. ليه علب التوابل حتى لو بننظفها ليه هي مصدر خطوره؟ لان احنا بنمسكها واحنا غسلين اللحمه، الفراخ، السمك، الخضار، فما بنغسلش ايدينا قبل ما بنمسكها. يعني ما ينفعش ان انا وانا ايدي فيها اي اثار من اي حاجه انا بعملها على المطبخ اتعامل بيها وانا ماسكه علبه التوابل. وعلبه التوابل لازم يبقى فيه معلقه ولازم تبقى ايدي نظيفه ومتنشفه. يعني ما ينفعش خالص. انت عارفه ان الطريقه اللي احنا بنعملها كده، انا افتكرت وانا بقول الخبر ده ان انا من الشخصيات دي، لما بقف قليل في المطبخ بلعب اللعبه دي، بتعامل مع علب التوابل على ان هي علب موجوده مدى الحياه، يعني بفتحها بصبع رجلي. عارفه انتوا الحاجات اللي بتطير وايديا. فعلا انا لما قريت الخبر قلت يا نهار ابيض، ايه ده بيحصل ليه؟ لان مش بس انا، تخيلوا يعني احنا بنطبخ وعصرت طماطم، انا عملتها مره اخر مره عصرت طماطم وعايزه ملح وفلفل، بفتح علبه البتاع وامسكها واحط. طبعا على فكره انا اسفه يعني ما فيش عندنا معلقه، نظرا لان لا هو اغلب الناس بتعمل كده. بس هو الفكره في ايه بقى؟ ان انت الصبح اروح انضفها. انت الفكره في ان انت تنتبهي اكتر بعد ما تنضفيها، لانك لو نضفتيها وانت مش منتبهه يبقى ما عملناش حاجه. لا ده غير بقى كده، انت تخيلي بقى لو اي حد من بره جه مسك علبه التوابل. لا لو مسكت علبه التوابل وهي بحالتها دي اللي انت ماسكها وانت بتشتغل في المطبخ بتبقى ناشفه شويه، وحطيت صباعك في بقك انت ممكن يحصل لك تسمم غذائي. حتى السكينه اللي احنا بنعمل بيها اللحمه لازم تبقى غير السكينه اللي احنا بنعمل بيها الفراخ. فاحنا التفاصيل البسيطه دي والتركيز فيها ده مهم جدا جدا. طب علشان عارفين ايه نفسنا. كمان ايه كمان اخطر حاجه؟ السفنجه بتاعه المواعين، عشان انا عارفه ان دي بتوجعكم شويتين. سفنجه المواعين انا حاولت اقنع ست مفيده بقالي، بس الحمد لله نجحت، ان ماما من فضلك سفنجه المواعين ما تقعدش اكتر من 3 ايام. ماما لو سمحت سفنجة المواعين ما تقعدش اكتر من 3 ايام. ليه انا مش فاهمه القصه بان انتم معتقدين ان سفنجة المواعين ممكن تقعد بالشهرين؟ انها معمره. لا هي مليانه جراثيم. يعني فكره انها ممكن عشان بتتحط في الميه والصابون يعني ولا ايه؟ اولا عايزه اقول لكم على حاجه، سفنجة المواعين دي كل خليه جوه الاسفنجه اتملت بكتيريا من كتر ما احنا بنغسل مش عارفه كوبايات على صواني على حلل على على على. اوعوا تعتقدوا لمجرد انك انت بتسيبيها منقوعه في الصابون وبتاع ان هي كده بتروح. وبالمناسبه دي لازم 3 ايام اللي احنا بنغسل بيه الكوبايات او يعني مجات او اي حاجه يختلف عن اللي احنا بنغسل بيها الحلل عن اللي بنغسل بيها الاطباق. يعني لازم يبقى فيه ليفه لكل حاجه من دول وتتغير سريعا، يعني ما بتقعدش. اقول لك انا فكره احسن، انا بقول لك بالامانه مش طب على الاقل عليك. على الاقل يبقى في ليفه لا انا بعمل حاجه ثانيه، احنا عندنا السفنجه الكوبايات وليفه سفنجه المواعين دي موجوده. لما هنغسل حلل او حاجات دهنيه او كده في الليفه الصغيره اللي هي كلها حديد دي، ها دي بتبقى جنب 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 الحوض دي. ليه المواعين التقيله يعني زي اسمها ايه الحلل الحاجات والطاسات دي الطاسات الحاجات المزيته دي الحاجات دي. والليفه العاديه المربعه بتبقى كوبايات معالق شوك سكاكين حاجات كده. والاثنين لازم كل 3 ايام يتغيروا. معلش انا اسفه بس الكلام ده مهم جدا مهم جدا تطبقوه. حاجه مهمه كمان لازم ننتبه ليها ان احنا نغسل ايدينا بالميه والصابون.
كويس جدا بعد ما بنبقى ماسكين لحمه، بنبقى ماسكين فراخ، بنبقى ماسكين سمك، اي حاجه من الحاجات دي واحنا بنطبخها لازم على طول نغسل ايدينا كويس جدا بالميه والصابون، والكاتنج ما نمسكهاش من حاجه لحاجه. الكاتنج بورد ما تنسوش بتاع الخشب اللي بنقطع عليها طماطم بصل، لازم تبقوا عارفين كويس جدا ان هي لازم تتنضف كويس، ما تتمسحش بحته فوطه عشان اساس ان احنا ما بللناهاش. واللي بنقطع بيه عليها لحمه مش غير اللي احنا بنقطع عليها خضار. بنتمنى المعلومات اللي احنا قلناها لكم دي يعني تبقى مفيده، لان احنا حاسين ان احنا محتاجين نقولها. رمضان داخل والاكل داخل والكلام والقعاد في المطبخ الكتير داخل، فخلينا نبقى حريصين.